حصة الإنسان من موارد الأرض انتهت لهذا العام، لكن البشر مستمرون في استهلاكها، نتيجة توصلت إليها الشبكة الدولية لقياس البيئة. وعلى هذا الأساس اعتبرت 21 من أغسطس يوم عطاء الأرض المستنفد، وهو اليوم الذي يتجاوز فيه طلب الإنسان على الموارد الطبيعية عطاء الأرض نفسها لهذا العام. وبالنظر إلى أثر الإنسان على الموارد الطبيعية وخاصة المحاصيل الزراعية والغابات والأسماك، فإن الإنسان عملياً استنفد كل الموارد الطبيعية المخصصة له قبل 4 أشهر من نهاية العام الجاري. وتعترف المنظمة بأن المعايير التي استخدمتها في الكشف عن هذه النتائج لا تزال مبكرة حتى يتم تطوير طرق أدق لمعرفة حجم موارد الأرض، لكنها تقول إنها اعتمدت على الأقمار الصناعية لمراقبة حركة الأسماك والتغيرات البيئية. واللافت أن المنظمة اعتبرت دول الخليج أكثر الدول المضرة بالبيئة بسبب ارتفاع مستويات استهلاكها، بالإضافة إلى ازدياد الاحتباس الحراري في تلك المناطق، بينما يستهلك الشخص العادي في كل من بريطانيا والولايات المتحدة حوالي 4 أضعاف من حصته من موارد الأرض. وفاء زيان، BBC.